السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد على قناتي تي في إيدتي. في هذا الفيديو سنستمر في دروس الدعم والتقوية للسنة الثالثة إعدادي. كنا قد بدأنا نقطتين حول المجال المضموني الميكانيك، تطرقنا في الحلقة الأولى لنسبية الحركة، وفي الفيديو الثاني تطرقنا للتمييز بين الإزاحة والدوران. في هذا الفيديو سنتطرق لحلقة أولى من المجال المضموني الكهرباء، وسنتطرق لقانون أوم بالنسبة لموصلين أوم. لأن الموضوع يهم المجال المضموني الكهرباء طبيعة الحال الثالثة إعدادي. موضوع النقطة الأولى من هذا المجال قانون أوم، لوا دو. ماذا يجب أن أعرفه بخصوص قانون أوم؟ الذي يجب أن أعرفه هو تعبير هذا القانون بالنسبة لموصلين أومي واستثمار. نقطتين مهمتين جدا، أن أعرف التعبير بالنسبة لموصلين أومي، وأن أعرف كيف أستغل. بصيغة أخرى، يجب أن أعرف تعبير قانون أوم بصيغته الرياضية، يعني عبارة عن علاقة رياضية، والتي نعرفها جيدا هي U تساوي R في I. U تساوي R في I. لنفصل شيئا ما هذه العلاقة. إذا قلنا بأننا سنتحدث عن هذا القانون بالنسبة لموصلين أومي، موصل أومي نعرفه جيدا، نمثله بهذا الرمز الاصطلاحي، له مربطين متماثلين وله مقاومة. إذا هذا موصل أومي مقاومته R، مقاومته R. التوتر U هو التوتر المطبق بين مربطة، يعني بين هاتين النقطتين في دارة كهرباء. وبطبيعة الحال إي هي شدة التيار المار في هذا الموصل الأول. إذن سيكتب إي تساوي R في إي. إذن إي هو التوتر المطبق بين مربطي الموصلين، التوتر المطبق بين مربطي الموصل الأول في الوحدة العالمية هي الفولت. ثم R مقاومة الموصل الأم، مقاومة الموصل الأم. ثم E شدة التيار، بطبيعة الحال مقاومة الموصل الأمي للأم. الأم هي بهذا الشكل. ثم E شدة التيار المار في الموصل الأم. بالوحدة العالمية هي الأمبير. إذا هذا تعبير قانون أم، إذا هذا تعبير رياضي أو على علاقة. إذا تعبير رياضي لقانون أم بالنسبة لموصلين أم. يمكن أن نعبر عن هذا القانون كذلك بتعبير مبياني أو هندسي مبياني. تعبير المبياني، تعبير المبياني هو أن نمثل هذا القانون الرياضي وهذه العلاقة على شكل مبياني. إذا لاحظنا جيدا بأن U توتر بين مربطي الموصل الأمي يتناسب مع شدة التيار التي تمر
في هذا المصير أرض ومعامل التناسب بطبيعة الحال هو أعلى هي المقابل، لن يمكن أن نمثله بهذا الشكل. وهنا إذا سيكون هذا U مثلا بالوحدة الفولت، وهنا E بالأمبير. إذا منحنى تغيرات U بدلالة E بالنسبة لمنصب أومي سيكون عبارة عن دالة خطية تمر من أصل المعنى، يعني أن المنحنى عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعنى. بطبيعة الحال هنا إلى نقطة معينة، إذا سيكون حده هنا، سنتحدث عن هذا فيما بعد. إذا A هو معامل التناسب ما بين U و E، إذا يمكن أن أكتب أن A تساوي U على E، إذا قلنا A تساوي U على E، A معامل التناسب وفي نفس الوقت هو المعامل الموجه لهذا المستقيم. إذا كان لدي تعبير قانون أوم على هذا الشكل، يمكن أن أستنتج منه قيمة المقاومة R باستعمال هذه العلاقة R تساوي U على E. أخذ مثلا هذه النقطة تقابلها الأرجوب U1 توتر U1 ويقابلها الأفصول U1، إذا فتكون R هي U واحد على E واحد، والتي ستكون كذلك مثلا بالنسبة للنقطة الثانية، اعتبر بالنسبة للنقطة سميتها U اثنان وهنا E اثنان سيساوي U اثنان على E على E واحد على E شفر. إذا وهكذا انطلاقا من هذا المنحنى يمكن أن أستخرج قيمة مقاومة الموصل الأول. التمثيل نسميها بمميزة الموصل عن مميزة موصل أومي، مميزة موصل أومي. تعرفنا على تعبير قانون أوم الرياضي، تعبيره المبياني، الشجرة بحال بحال، هذه هي غير هذه رياضية، هذه مبياني. هنا أحيانا قد نتوفر على مميزة الموصل الأم، يعني على هذا المنحنى على هذا الشكل E هنا مثلا بالأمبير، ثم هنا U بالفولت، ودائما ستكون عبارة عن مستقيم. طبيعة الحال تغيرات E بدلالة U هي دالة خطية، يعني عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعنى، والعلاقة R تساوي U على E تبقى دائما صحيحة. إذا في هذه الحالة إذا طلب مني R يعني مقاومة الموصل الأمي، سأستعمل نفس العلاقة R تساوي U على E، أختار هذه النقطة، لكن يجب أن أنتبه أن قيمة U هي هنا U واحد و E واحد، إذا يجب أن أقرأ قيمة توتر U واحد على محور الأقاصير وقيمة شدة التيار على محور الأراتي A واحد. يمكن كذلك أن أحسب المعامل الموجه لهذا المستقيم ومقلوبه سيعطيني R بس طريق. إذا بصفة عامة R تساوي دلتا U على دلتا E، بحيث دلتا U هي U اثنان ناقص A واحد على E اثنان ناقص A واحد. بطبيعة الحال U1 النقطة الأولى ستكون هذه U2 وهذه E2، إذا دلتا U سيكون U2 ناقص U1 على E2 ناقص U1، التي ستساوي في نفس الوقت U1 ناقص U2 على E1 ناقص E2، سواء بهذه العلاقة أو بهذه نفس الشيء. إذا فقط يجب أن تنتبه أن التوتر في هذه الحالة هو ممثل على محور الأفاصيل وشدة التيار ممثلة على محور الأراتي. إذا هذه هي النقاط الأساسية التي يجب أن تعرفها بالنسبة لموصلين أو لقانون أوم بالنسبة لموصلين أوم. أذكر من جديد
عفوا، يجب ان انتبه جيدا الى هذه العلاقه وحداتها، وحده العالميه وحده عالميه وحده عالميه. بطبيعه الحال اذا اردت التوتر بالوحده العالميه يجب ان اعبر عن اعضائي بالوحدات العالميه، اردت اي بالوحده العالميه يجب ان اعبر عن اعضائي بالوحدات العالميه. تقريبا هذه هي النقط الاساسيه التي يجب عليك ان تعرفها بخصوص قانون. قبل ان ننتقل الى التطبيقات لاستثمار قانون اوم في حل وضعيات معينه، اريد ان اشير الى نقطتين مهمتين. النقطه الاولى هو اريد لمن لا يعرف المسلسلات الاوميه، هذه انواع من مجموعه من الانواع التي نريد ان نقوم بها. هذه كاين مجموعة من الأنواع مختلفة. الآن كيف نقيس مقاومة الموصل الأومي باستعمال جهاز رقمي متعدد الاستعمالات؟ يعني هنا عندي جهاز رقمي متعدد الاستعمالات، نشغله هكذا مع نظارات. أول شيء إذا المربط كوم ثم المربط أوم، كوم وأوم مشترك ثم أوم. إذا أختار هذين المربطين ثم أضبط الجهاز على جهة خاصة بي في استعمال الجهاز كأوم ميتر، ثم يجب أن يكون الموصل الأومي غير مركب في الدارة، يعني الدارة تكون مفتوحة، أركبه مباشرة بهذا الشكل ثم نربطه مباشرة هكذا بهذا الشكل ونطرف القيمة. بطبيعة الحال يجب أن نغير الغيار لكي نجد معيار الملائم غير ملائم فهي تقريبا 173 أوم. يعني تقريبا 173 أوم. إذا بهذه الطريقة يتم استعمال جهاز الأوم متر لقياس مقاومة موصل أوم. النقطة الثانية بالنسبة للموصل الأومي، قبل قليل كنت قد وضعت هنا الإشارة هذه بهذا الشكل. إذا لماذا؟ لأن بطبيعة الحال الموصل الأومي لن يتحمل توترا لا نهائيا، يعني له قيمة قصوية من التوتر هي التي سيتحملها، وأشد التيار قصوية التي التي ستمر به دون أن يتلف. إذا تجاوزتها فسيؤدي ذلك إلى إتلاف، يعني هي بمثابة مميزاته القصوية التي يشتغل بها بقدراته القصوية. ننتقل الآن إلى التطبيقات. إملاء الفراغ بما يلائم، نرمز لمقاومة موصل أومي بالحرف ووحدتها هي ورمزها هو. إذا نرمز لمقاومة موصل، كل موصل أومي له مقاومة. إذا رأينا من قبل أن الموصل الأومي نمثل بهذا الرمز الاصطلاحي ومقاومته R، إذا كيف تسمى الموصل الأومي وهذه R هي المقاومة ديالو. إذا نرمز لمقاومة موصل الأومي بالحرف R. وحدة هي، ما هي وحدة قياس المقاومة؟ هي الأوم. رأينا من قبل، ورمزها هو أوميغا، هذا الشكل التي وضعناها F وأوم، وحدة عالمية، توتر الفولت وحدة عالمية، إي الأمبير وحدة عالمية. العبارة الثانية،
لقياس مقاومة موصل قومي نستعمل ماذا نستعمل؟ الجهاز الرقمي المتعدد الاستعمالات مضبوط على أم ميتا. رأينا قبل قليل قلنا بأن الجهاز الرقمي المتعدد الاستعمالات وباستعماله كأمبرمتر كفورمتر إلى آخره من الخصائص الأخرى، لكن الذي يهمنا نحن هو أن نستعمله كأمبرمتر. لأن يمكن جهاز رقمي متعدد القياسات مضبوط على الأمر، يعني أن نضبط هذا الزر على هذا الجزء أو هذا الحيز هذا الخاص بقياس المقاومة. العبارة الأخيرة، مميزة الموصل الأومي عبارة عن مستقيم، عن مستقيم يمر من أين؟ من أصل المعالج. ماذا يعني هذا؟ أن تغيرات U بدلالة شدة التيار بالنسبة لموصل أومي عبارة عن دالة خطية تمر من أصل المعنى. كما قلت قبل قليل، انتبه جيدا إلى هذه المميزة إلى أعطيتها. انتبه جيدا ما هو ممثل على محور الأناتيب وما هو ممثل على محور الأفاصيل، خصوصا عند تحديدك للمقاومة. فالمقاومة ستكون هي معامل التناسب ما بين شدة التيار والتوتر، وفي نفس الوقت هي المعامل الموجه لهذا المستقيم. إذا يكفي أن تكتب المعامل الموجه لتحصل على المقاومة، لكن انتبه جيدا إلى الوحدات هنا. فإذا كان هنا بالفولت وهنا بالأمبير النتيجة ستكون بالأم، لكن إذا كان هنا بالميلي فولت أو هنا بالميلي أمبير يجب أن تحول إلى الأمبير لتحصل على R بالأمبير. نفس الشيء هنا، انتبه جيدا. فالأخطاء التي تقع بالنسبة لهذه الحالة، هذه إذا أعطي إي على محور الأناتيب و U على محور الأفاصيل، الأخطاء التي ترتكب هو عندما نريد أن نحسب R هي U اثنان ناقص U واحد، كناخذ هذه القيمتين ديال الجوج على محور الأناتيب، وما ماشي توتر هذا اللي كاين هنا. أنا راه في شدة التيار، اللي خصني ناخذ هو على محور الأفاصيل، يعني ناخذ هذا. إذا نشوف مزيان التوتر في الممتد وشدة التيار في الممتد، أما هذه العلاقة فهي عامة، دائما بغيتي تحسب المقاومة خذ نقطتين من الأحسن، خذ الأصل، واحد النقطة تكون هي الأصل من أجل تسهيل الحساب، ونقطة أخرى تكون معروفة الإحداثيات، تكون الإحداثيات واضحين سهلين نقراوهم، أنا نختار شيء كذلك يكون سهل نقراه. والنقطة الثانية اللي غناخذ هي ديال الأصل ديال هذه الفرقة، إذا في هذه الحالة غنولي عندي أنا صفر، وهنا صفر، لأن هذه الإحداثيات ديالها هما صفر صفر، إذا خديت هذ النقطتين، وبالتالي غتبقى عندي إثنان على إي إثنان، إذا سهلة في الحساب. إذا دائما أنا إي دلتا إي على دلتا إي، مرة كنديرو دلتا إي على دلتا إي. هذا بالنسبة لي تطبيق بسيط جدا حول ما تعرفنا إليه. ننتقل إلى تطبيق ثاني إن شاء الله. ننتقل إلى التطبيق الثاني. إذن يقول التطبيق، السؤال الأول: احسب مقاومة موصل أومي R يمر فيه تيار شدته E تساوي 200 ملي أمبير، ويساوي التوتر بين مربطي U يساوي 6 فولت. السؤال الثاني يطلب منا حساب التوتر بين مربطي موصل أومي عندما يمر فيه تيار شدة عندما يمر فيه تيار كهربائي. ثم في الأخير أحسب شدة التيار الذي يمر في موصل مقاومته R وخاضع لتوتر 5 فولت. هذا التطبيق يهدف إلى استثمار هذه العلاقة، وهذه من بين التقنيات التي يجب أن أتعلمها. يجب أن أعرف كيف أستخرج E وكيف أستخرج R وكيف أستخرج E، يعني أستثمر هذه العلاقة لحساب سواء شدة التيار، حساب التوتر أو حساب المقاومة. سنذكر هنا، لدينا U تساوي R في E. إذا أردت U توتر أطبقها مباشرة، إذا أردت R
أقسم هنا على إي وهنا على إي. قسم الطرفين على نفس العدد اللي هو إي اللي هو مخالف للصفر، سأختزل بإي ستصبح لدي هافا تساوي إي على هذا. أردت R، أردت إي، أريد قيمة إي، يجب أن يبقى هنا إي، أقسم هنا على R لكي تختفي R، ثم R، فيصبح لدي إي يساوي، إذا أختزل على R هو إي على R، هذا تذكير فقط بالنسبة للذي لا يعرف أن يصح هذه العلاقات. إذا نبدأ بالسؤال الأول، دائما مثل هذا النوع من التمارين اكتب معطيات التمرين التي لدي. بالنسبه للسؤال الاول معطيات التمرين، الذي لدي اريد ان احسب مقاومه موصل اومي ار، اذا المطلوب هو حساب ار. المعطيات التي لدي المعطيات التي لدي اي تساوي 200 ملي أمبير و U تساوي 6 فولت. ثم بعد ذلك أحاول أن أبحث فيما درست في العلاقة التي تربط ما بين المطلوب وما بين المعطيات. ما هي العلاقة التي تربط بين R و E و B؟ أنصحك دائما عندما تكون لديك معطيات ليس لها رمز من الأحسن أن تعطيها رمزا إذا لم يكن قد أعطوها رمز معين. في هذه الحالة فنحن أعطوها رمز إي وهذه R و U 6 فولت، إذا نستعمل نفس الرموز التي أعطوني. إذا لم يعطوني يمكن أن أستعمل مثلا كتبت هكذا، يمكن أنا أن آتي في المعطيات ديالي وأكتب مثلا إي يساوي 200 من أجل التبسيط. إذا ما هي العلاقة التي تربط؟ تذكر ما درس، إنها قانون أوم. حسب قانون أوم نعلم أن التوتر يتناسب مع شدة تيار مار في الموصل الأمي، وعامل التناسب هو مقاومة الموصل الأمي. أنا أبحث عن R ومنه ستصبح لدي U على E تساوي R E على E، قسمت الطرفين على إي، سأختزل بإي فيبقى لدي R يساوي U على L. هذا هو المطلوب مني هو R، U معروفة، إي معلومة كذلك، إذن وصلت إلى المطلوب. إذن عندما أصل إلى المطلوب، إلى التعبير الحرفي للمطلوب، دائما أستعملها، أقوم بتطبيقات العددية منذ البداية. دائما احتفظ بالتطبيقات العدديه الى اخر مرحله، ابدا دائما بايجاد العلاقه المطلوبه التي ساحسب بها المطلوب، ثم بعدها انتقل الى التطبيق العددي، لان السؤال يطلب مني احسب. بما انه حساب يجب ان يكون هناك تطبيق عددي. جيدا الى الوحدات، لان المطلوب مني هو احسب، اذا يجب ان اعطيها قيمه عدديه. U هو التوتر بالفولت، وحدة عالمية 6 فولت، ثم إي بالميلي أمبير 200 ميلي أمبير، إذا هذا الشيء كامل سيتحول لوحدة العالمية، ميلي أمبير ليست بوحدة عالمية، يجب أن أحولها إلى الوحدة العالمية، 200 ميلي أمبير سأحولها إلى الأمبير اللي هي 10 أس ناقص 3 أمبير، إذا للتذكير فقط 1 أمبير كيساوي 10 أس 3 أمبير، يعني كيساوي 1000 عفوا ميلي أمبير، كيساوي 1000 ميلي أمبير، وواحد ميلي أمبير كيساوي 10 أس ناقص 3 أمبير، هذا ما فهمته هنا. إذا وحدة عالمية وحدة عالمية، إذا النتيجة ستكون بالأم اللي هي وحدة عالمية. يمكن أن أكتب هذا الخارج على الشكل التالي، اللي هو 2 في 10 أس 2 مضروب في 10 أس ناقص 3 ستصبح 6 مع 2 ستبقى 3 على 10 أس 2 في 10 أس ناقص 3 هي 10 أس ناقص 1
والتي ستعطيني ثلاث في عشر عشرة يعني ثلاثون. إذن النتيجة هي R تطبيق العددي R يساوي 30 أم، ثم أضعها في إطارها المهني. الآن سننتقل إلى السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني سنستعمل نفس الطريقة، إذن فقط المعطيات بالنسبة للسؤال الثاني، إذن سأغير رقم السؤال هو السؤال رقم 2. رقم 2 المطلوب في هذه الحالة، دائما أبدأ بالمطلوب، سأسرع الآن. المطلوب هو أحسب التوتر، إذن المطلوب حساب التوتر بين مربطي موصل أمي. إذا ما عطاوش رمز عطينا رمز توتر إي بين مربطي موصل الأم. المعطيات التي لدي المعطيات، ما هي المعطيات التي لدي؟ لدي R مقاومة الموصل أمي 300 أم، وماذا كذلك؟ ولدينا شدة تيار المار في الموصل الأمي هي 0.63 أم. العلاقة ما بين المطلوب والمعطيات ما بين U و R و I، إذا حسب قانون أم دائما، حسب قانون أم التوتر بين مربطي الموصل الأمي يتناسب مع شدة التيار بهذه العلاقة، معامل التناسب هو أنا أبحث عن U، إذا سأطبق العلاقة مباشرة، أن أكون قد حصلت على ما هو مطلوب مني. إذا التطبيق العددي U يساوي R كم؟ 300 أم، إذا سأكتبها على شكل 3 في 10 أس 2، 3 في 10 أس 2. هذا بالنسبة لي R. في شدة التيار اللي هي 0.63 أمبير وحدة عالمية، هي 0.63 أمبير، وحدة عالمية وحدة عالمية، إذا النتيجة ستكون ب 1 فولت، هي الوحدة العالمية. إذا أقوم بالتطبيق العددي مباشرة وأحسب النتيجة. بالنسبة لي السؤال الثالث بنفس الطريقة، إذا حساب شدة التيار، إذا المطلوب في هذه الحالة حساب شدة التيار إي، أعطيها رمزا، لم يعطوها رمز، سأعطيها أنا رمز سأسميه إي. المعطيات لدي المقاومة الموصل أمي 48 أم، ثم لدي التوتر 5 فولت. ما هي العلاقة التي تربط ما بين المعطيات والمطلوب ما بين إي و إي و إي؟ هو قانون أم. إذا حسب قانون أم ماذا لدي؟ لدي إي يساوي إر في إي بالنسبة لموصلين أمي. أنا أبحث عن إي، سأقسم الطرفين على إر لكي أزيل هذا إر منه، ستصبح هنا على إر وهنا على إر، وهذا سيعطيني أن هنا غادي يجي R مع R، غتبقى E تتساوي U على R، فأكون قد حصلت على هذه العلاقة المطلوبة. ثم أنتقل إلى التطبيق العددي، يجب أن أنتبه جيدا إلى التطبيق العددي. E U فهي 5 فولت وحدة عالمية، ليس هناك إشكال. ثم R 48 أم وحدة عالمية 48 أم. إذا عندنا وحدة عالمية وحدة عالمية، إذا سأحصل على النتيجة بالوحدة العالمية. وما هي الوحدة العالمية بالنسبة لشدة التيار؟ هي الأمبير. إذا أحسب النتيجة وستكون بالأمبير. نتابع مع التطبيق رقم 3.
التطبيق رقم ثلاثة هو عبارة عن تجربة أنجزها أحد التلاميذ لدراسة مصيبة أم. قام ب تغيير التوترات بين مربطي موصل أم في دارة كهربائية، ويقوم بقياس شدة التيار في كل مر في كل مر. قام بتجميع نتائج في جدول التوترات المستعملة وشدة التيارات التي ترافقها أو التي تقابلها في كل حالة، وقام بالتمثيل المبياني لشدة التيار بدلالة التوتر وحصل على هذا المبيان. السؤال هو من بين هذه الأجوبة الثلاثة اختار الجواب الصحيح الذي يناسب مقاومة الموصل الأمي المدروس. أعيد من جديد، تلميذ درس موصل الأمي يريد أن يعرف مقاومته، قام بتغيير التوترات هنا وقياس شدة التيار المار في الموصل الأمي في كل لحظة، قام بجميع نتائج في جدول، ثم قام بتمثيل المبياني بهذا الشكل. السؤال هو ما هي مقاومة هذا الموصل الأمي؟ هل هي 24 أم، 2 أم، 2000 أم؟ في نظري كيف يمكن أن نحل هذه الوضعية؟ إذا المطلوب هو اختار الجواب الصحيح من بين الاختيارات الثلاثة، ما هي مقاومة هذا الموصل الأمي المستعمل في هذه التجربة؟ في هذه الحالة إذا سنستغل المعطيات. المعطيات ما هي المعطيات؟ المعطيات هو تمثيل مبياني الذي هو في الواقع مميزات موصل أمي. قلنا بأن المميزات ديال موصل أمي يمكن مثلها بهذا الشكل، يمكن مثلها بهذا الشكل. إذا حنا غنصور هذا المثال هذا كينطبق مع هذه الحالة هذه. والمطلوب منا هو حساب المقاومة. إذا العلاقة اللي غنستعملو هي R تساوي U اثنان ناقص A واحد على U اثنان ناقص A واحد. إذا أول شيء يجب أن نكتبه، المنحنى عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. إذا التوتر U وشدة التيار اي المار في الموصل الأمي متناسبان، ومعامل التناسب بطبيعة الحال هو مقاومة الموصل الأمي، أي أن U تساوي R، عفوا، أي أن R تساوي U على أطبق هذه القاعدة، أخذ نقطتين مثلا هذه النقطة مع هذه النقطة أحسن، إذا هذا سيساوي كذلك دلتا U على دلتا E اللي غادي تساوي U جوج ناقص E واحد على إي جوج ناقص إي واحد. هذه علاقة صحيحة سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة لك. نديرو التطبيق العددي دابا، سيصبح R إي اثنان، أنا سآخذ إي اثنان هي هذه، إذا إي اثنان بالنسبة لي انتبه جيدا، التوتر هو هنا، ها هو 24 فولت، ماشي هنا، 24 فولت، 24 فولت ناقص 0 فولت على إي اثنان المقابلة لهذه اللي خديتي في الأول. هي 12 ناقص 0، لكن بطبيعة الحال لا أنسى بأن هذه هي بالميلي أمبير، وبالتالي يجب أن أحولها إلى الأمبير. تعطينا 24 فولت على 12 مضروب في 10 أس ناقص 3 أمبير، حولته إلى الأمبير. الفولت على الأمبير هو الأم. أحسب النتيجة، ستعطينا 24 على 12 هي 2، 10 أس ناقص 3 ستصعد إلى الأعلى ستصبح 10 أس 3، إذن هي 2 في 10 أس 3، إذن مقاومة هذا الموصل الأمي هي 2 في 10 أس 3 أم. أختار الجواب الصحيح، يجب أن أكتب هكذا، لا يجب أن أصل إلى هنا وأسكت، يجب أن أكتب إذن الجواب الصحيح هو
اخطاء. اذا جوج في الثلاثه اللي داخل هنا 2000 فهمت؟ ابحث عن الجواب الصحيح. اذا الجواب الصحيح هو في حال حصلت على منحنى بهذا الشكل يعني اي على اي فقط انتبه الى قيم اي التي تاخذها من المنحنى باش ما توضعش هنا اي ما تمشيش تاخذ هنا القيم ديال اي وهنا القيم ديال اي لان غتقلب كل شيء. نتابع مع التطبيق رقم 4 لخط مميزات موصل اومي. اذا هنا نريد ان نرسم مميزات موصل اومي مقاومته اعلى. ننجز تجربتان حيث نغير قيمة التوتر ونقيس بواسطة أمبير متر وفولت متر كل من شدة التيار بواسطة الأمبير متر والتوتر بواسطة الفولت متر فنحصل على نتائج تالية. النتائج هي التي أمامنا. ننتبه جيدا توتر U بالفولت وشدة التيار معبر عنها بالميلي أمبير. ننتبه جيدا للأمر. السؤال الأول رسم ترتيب التجريب. السؤال الثاني مثل منحنى تغيرات U توتر بدلالة شدة التيار. ثالثا حدد قيمة R قيمة الموصل الأومي معللا جوابك. ثم أخيرا استنتج ميبيانيا التوتر U بين مربطي الموصل الأومي عندما يمر فيه تيار شدته 50 ملي أمبير. لنبدأ أولا بالتركيب التجريبي. إذا الهدف هو خط المميزة فبطبيعة الحال سنحتاج لتغيير التوتر إلى مولد التوتر المستمر قابل للتغيير. بدي نمثله بهذا الشكل. من أجل تغيير التوتر بين مربطين مستمر. بطبيعة الحال سنحتاج إلى الموصل الأومي لأننا نريد أن نأخذ مميزاته. إذا الرمز الاصطلاحي للموصل الأومي هو بهذا الشكل. سنقيس شدة التيار بواسطة الأمبيرمتر. الأمبيرمتر يركب على التوالي في الدارة. إذا يجب أن أمثله بهذا الشكل بحيث يدخل إليه التيار كهربائي يأتي من هنا يدخل إليه من مربطه الموجب ويخرج من مربطه السالب. هذا لقياس شدة التيار إي أمبيرمتر. ثم الفولتمتر سيركب على التوازي لقياس التوتر بين مربطي الموصل الأمي. إذا سيركب على التوازي بين مربطي الموصل الأمي. التيار الكهربائي منحنى يأتي إلى هنا. إذا التيار الكهربائي إذا هذا هو يجب أن يكون هو المربط السالك. هذا تركيب تجريبي. إذا نغير التوتر ثم نقيس شدة التيار والتوتر إي ثم نسجلها. إذا مثلا نضبط التوتر إي على 1 فولت نغير التوتر هنا بحيث يكون التوتر هنا 1 فولت وشدة التيار 20 ملي أمبير. ثم نغير التوتر يصبح هنا 2 وهكذا. هذا بالنسبة للتركيب التجريبي. السؤال الثاني مثل منحنى تغيرات U بدلالة شدة التيار. إذا من أجل التمثيل المسطرة سأرسم محورين وسأبسط شيئاً متعامداً بطبيعة الحال. لكن ماذا سأمتع على محور الآلاتي وماذا سأمتع على محور الأفاصيل؟ أعود إلى التعبير ديال السؤال. مثل منحنى تغيرات U بدلالة شدة التيار إي. إذا إي سيمثل على محور الآلاتي وإي على محور الأفاصيل. انطلاقا من التعبير تغيرات إي بدلالة إي. لو قال تغيرات إي بدلالة إي سأغير مكانه. إذا تغيرات إي إذا سيكون على محور الآلاتي والآخر على محور الأفاصيل. ثم سأمثل قيم التوترات. إذا عندي قيم التوتر من 1 إلى 4 يمكن أن أقسمنا إلى 4 متساوية بحيث كل تدريجة تمثل 1. دائما هنا بالفولت لأنه طلب مني الفولت. بينما إي فهي بميلي أمبير. يجب أن أنتبه إليها جيدا.
سأقسم 20 24 86، فأنا سأقسمها تقريبا 20 نفس 20 40 60 80، هذا تقريبيا فقط. قلت تدريجة 10 20 وهكذا. ثم أمثل القيم واحدا، أرتب واحد أفصل 20، ثم النقطة الأولى، ثم 2 مع 4 أمثلها، ثم النقطة الثالثة 3، فإن المسطرة ثم أمثل بها لكي يكون ترتيبي واضحا ومضبوطا، ثم أخيرا النقطة الأخيرة. ثم مباشرة رسم المميز. أنا أعرف جيدا أنه موسيقى أميز، مميزته ستكون عبارة عن مستقيم، هذا يجب ألا أنساه دائما. يعني هذا الشكل تقريبا، إذا هذه هي المميزة اللي هي هذه، هي U تساوي F لو إي، U بدلالة إي، هي U بدلالة واللي هي في نفس الوقت تمثل مميزة الموصل الأمي. إذا ثم ثالثا حدد قيمة R معللا جوابك. إذا أنا لن أعيد أكرر، إذا R دائما R لكي أحسبها هي دلتا U على دلتا E. آخذ نقطتين، من الأحسن أن آخذ دائما الأصل لأنه يمر من الأصل، وواحدة منها من هاته، آخذ مثلا هاته وهاته اللي ستكون سهلة بالنسبة لي. إذن التوتر خدينا جوج نقاط ونختارهم، إذن ستكون 3 ناقص 0، 3 يقابلها 60 شدة التيار ناقص 0، لكن هذه راه بالفولت، لكن هذه بالملي أمبير، إذن يجب أن أضربها في 10 أس ناقص 3 لكي أحولها إلى الأمبير. ثم R ستساوي، إذن ستصبح 1 على 3، 1 على 3 في 10 أس على 2 عفوا، 1 على 2 في 10 أس 3، إذا اختلف ب 3 هنا، 6 على 3 تعطيني 2، 10 أس 3 على 2، هذه كلها الآن ب الأم، ب الأم الفولت على الأم، إذا بالأم 10 أس 3 هي 1000، 1000 على 2 هي 500 أم، ملي كتساوي 5 × 10 أس 2. إذن قيمة هذا مقاومة هذا الموصل الأمي هي 5 × 10 أس 2 انطلاقا بطبيعة الحال من إنشاء من الجدول أو من المميز للمميز. السؤال الأخير، استنتج ميبيانيا. إذا السؤال الأخير اللي هو رقم 4 يطلب مني ميبيانيا أن أستنتج، ماذا سأستنتج ميبيانيا؟ توتر بينما توتر إي بينما بيطي الموصل الأمي عندما يمر فيه تيار شدته 50 ملي أمبير. عندي هنا مميزة، شنو هي مميزة؟ علاش كنستغل هذه المميزة باش نعرف التوتر؟ كل توتر شنو هو شدة التيار اللي كتقابل؟ حنا كيقول لنا التوتر اللي كيقابل 50 ملي أمبير، كيقول لي ميبيانيا، نقلب على 50 ملي أمبير ميبيانيا، 50 ملي أمبير فين كاينة؟ 40 على 50 هي هذي. اللون الاخضر هذه عندي هنايا 50 ميلي امبير، سقيم العمودي على هنايا، ثم التقاطع ديالو مع هذه المميزه، بسقيط العمودي ديالها على المحور الاناتي بيعطيني توتر، القيمه ديال التوتر اللي كنبحث عليه هنايا اللي هو U. اذا انطلاقا من الميبيان كيبان لي بان U تقريبا 2.3، تقريبا 2.3 فولت، 2.3 فولت حسب الميبيان.
وهكذا نكون قد انتهينا من هذا التطبيق وتطرقنا لجميع الحالات الممكنة التي يمكن أن تصادفها في موضوع يتعلق بقانون الأم. أريد فقط أن أشير كإشارة في النهاية لتجميع الموصلات الأمية كتذكير فقط، عندما تكون لديك عدة موصلات أمية مركبة على التوالي، هذا تذكير فقط تذكير حول تجميع الموصلات الأمية. جميع الموصلات الأمية، متى لدي تجميع على التوالي لعدة موصلات أمية لها مقاومات مختلفة، سأسمي هذا R1 وهذا R2 مقاومة وهذا R3. إذا هذا التركيب على التوالي لهالثلاث موصلات أمية يمكن أن نمثله بشكل مكافي، يعني بموصل أمي مكافي ستكون مقاومته ستكون هي R equivalent، بحيث الـ R equivalent لهذا الموصل الأمي لن تكون إلا المجموع R1 زائد R2 زائد R3. فمثلا إذا كان هذا 2 أم، هذا 1 أم، وهذا 3 أم، ستصبح هذا الموصل الأمي الذي سيكافئ هذا التجميع ستكون مقاومته هي 1 أو 2 زائد 1 زائد 3 اللي هي 6 أم، فتصبح هذه من فئة 6 أم. وعوض الثلاثة بموصل أمي قيمته 6 وقيمة مقاومته 6 أم. إذا كان 3 ولا 4 ولا 5 نفس الطريقة. بالنسبة لي تركيب على توازي، أنا سأخذ فقط مثال لموصلين أميين مركبين على التوازي R1 وR وR2، هنا عندي A وهنا عندي B. إذا هذا يمكن أن يقابله موصل أمي وحيد مكافي بين نركبه بين A و B بحيث أنها غتكون عنده واحد R equivalent. كيف سأحسب مقاومة المكافئة لهذا التجميع باستعمال هذه العلاقة؟ سيكون مقلوب المقاومة المكافئة للتجميع على التوازي سيكون مقلوب الأول زائد مقلوب الثاني، وهنا واضح طبيعة الحال أن R إيكيفالون ماذا ستكون؟ ستكون هي R1 زائد R1 R2 ظروف R2 على R1 زائد R2. توحيد المقامات R1 فR2 غتكون فيها R2 زائد R1، إذا مباشرة مقلوب R إيكيفالون غتكون هي R1 فR2 على R1 زائد R2. هذا بالنسبة للتركيب على التوازي، هذا فقط كان تذكير لجميع الموصلات ما دمنا نتحدث عن موصلات الأمية وقانون. أتمنى أن تكون هذا الدعم قد أعجبكم وقد استفدتم منه وقد استوعبتم شيئا ما جميع النقاط الأساسية التي يجب أن أعرفها حول قانون أوم. أحسن شيء عند التعامل في الفيزياء بصفة عامة هو الأشكال المبسطة والتعبير عن المعطيات وعن التمرين سواء برموز أو بأشكال توضيحية، هذا يساعد أكثر على الوصول إلى الحل، فالتنظيم هو أحسن شيء للوصول إلى الحل. التنظيم هو نصف ديال الجواب ديالك، التنظيم هو نصف ديال الجواب ديالك، وما تنساش بأن كل مرحلة من مراحل الحل تكون عندها نقطة ديالها خاصة ديالها. مثلا السؤال حدد قيمة R معللا جوابه، إذا كل مراحل هنايا اللي غتكون عندها تكون عندها نقطة ديالها، كل مرحلة تكون عندها مرحلة ديالها. بالنسبة مثلا السؤال السابق اللي هنا احسب شدة التيار مثلا، فتنظيم العلاقة الرئيسية تطبيق العددي كل حاجة عندها الوحدة، كل حاجة عندها النقطة ديالها، وأي حاجة خليتها تمشي لك النقطة ديالها. إذا حاول ما أمكن أنك تنظم الحل ديالك يكون الشكل ديالك واضح اختصر ما أمكن. الامتحان المحل الجهوي السنة الثالثة كيكون بسيط والوقت كافي فقط، غير ما تمشيش تبقى تكتب بزاف الى اخره، دائما لخص واعطي الشيء الاساسي المطلوب مني فقط. طلب مني رسم التركيب التجريبي، رسم التركيب التجريبي فقط، ما نزيدش عليه شي حاجه اخرى. مثل المنحنى التغيرات، نكل المنحنى، قال لي حدد قيمه ار، حدد لي قيمه ار، قال لي احسب، قال لي اعطي العلاقه، اعطي فقط العلاقه ما نحسبش.
لأن أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذه السلسلة وإلى موضوع آخر في هذا المجال المضموني اللي هو الكهرباء وبالتوازي سنتابع بطبيعة الحال المجال المضموني اللي هو الميكانيك وللتسجيل فقد بدأنا فيه بفيديوين إن لم تكن قد اطلعت عليهما فاطلع عليهما لكي تتابع الحلقات بشكل يساعدك على الاستيعاب لأن عدم فهم درس من قبل سيشكل لك مشكلة في الدروس اللاحقة وهو دعم للاستمرار وتشجيع لنا على بذل المجهود. السلام عليكم ورمضان كريم.